الملاحظات، ومن ثم بنروح للمشاركات وتفسير وتعقيب على ما يتم الحديث عنه والاستفسار حوله من قبل الأهالي الأسرى حول متى ستعود زيارة أهالي الأسرى لأبنائهم، خاصة في ظل الحديث عن زيارات من الأهالي أهالي الأسرى المقدسيين لأبنائهم ولكن على نفقتهم الخاصة. مباشرة مع سيد حسن عبد ربه الناطق الإعلامي في هيئة شؤون الأسرى والمحررين. أسعد صباحا بكل الخير أستاذ حسن. صباحكم أهلا وسهلا. والحرية والكرامة لأسرانا، أهلا بكم. أهلا بك ويسعد صباحك. يعني بعد أن انطلق أهل الأسرى المقدسيين يوم الأحد لزيارة أبنائهم في سجن جلبوع بعد انقطاع استمر لأربعة أشهر بسبب الكورونا، هو ذات السبب الذي منع الكثير من الأهالي من زيارة أبنائهم كما بالتأكيد جاء ومن قبل احتلال، لكن هذه المرة السؤال هل ستستأنف زيارة أهالي الأسرى لأبنائهم أم لا تزال الجهود المبذولة لعودتها منقوصة، خاصة ونحن نتحدث عن ربما المساعي من قبل مؤسسة الصليب الأحمر؟ بداية لابد من الإشارة بأن الزيارات التي تمت لذوي الأسرى المقدسيين منذ الأسبوع الماضي واستمرت يوم أمس وتستمر اليوم في هدريم ويوم غد في مجدو ويوم الأربعاء في رمون قد تم تنظيمها وتنسيقها من قبل لجنة أهالي الأسرى بمعزل عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي. هذه المنظمة الدولية التي هي من اختصاصها وصميم عملها القيام بترتيب وتنظيم وتسيير هذه الزيارات العائلية للأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، ولكن مع الأسف الشديد هذه المنظمة الدولية تقاعست ونأت بنفسها عن تنظيم وترتيب هذه الزيارات لذوي الأسرى المقدسيين، مما دفع لجنة أهالي الأسرى إلى تنظيمها على حساب ذوي الأسرى أنفسهم خلال المرحلة الراهنة. وهناك تواصل مع الصليب الأحمر للدفع باتجاه الالتزام بالواجبات المنوطة به قانونيا ورسميا ودوليا بتنظيم هذه الزيارات من خلاله بشكل كامل، ونحن نأمل أن يلتزم بذلك منذ مطلع الشهر القادم. وإن لم يقم الصليب الأحمر بهذا الواجب وبهذا الدور فإن ذلك عن شأنه أن يضع علامات استفهام كبيرة حول دور الصليب الأحمر في منطقة القدس اتجاه هذه القضية فيما يتعلق بالزيارات العائلية لأبناء وعوائل الأسرى الضفة الغربية وفي قطاع غزة. حتى الآن لا يوجد أي تطور ولا يوجد أي برنامج لتنظيم هذه الزيارات، والجهة التي تقوم بالمتابعة هي الصليب الأحمر الدولي، ونحن نتابع مع الصليب الأحمر الدولي باستمرار على تواصل حول هذا الموضوع للدفع باتجاه الحصول على موقف واضح من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة مصلحة السجون لإقرار برنامج زيارات خلال المرحلة القادمة، ولكن حتى الآن لا يوجد أي ترتيبات واضحة ودقيقة حول استئناف هذه الزيارات. يعني من المفترض كما ذكرت مطلع الشهر القادم أن يكون هنالك ربما تحديثات ومستجدات بخصوص خطوات قد تقوم بها، من المفترض أن يقوم بها الصليب الأحمر، صحيح؟ نحن نتطلع إلى أن يكون ذلك بناء على حديث من الصليب الأحمر بأنهم مع بداية شهر تموز القادم سيقومون بإعادة ترتيب الزيارات فيما يتعلق بالزيارات المقدسيين، بالإضافة إلى متابعة زيارات الضفة الغربية، ولكن هذه وعودات شفوية وأحاديث من موظفي في الصليب الأحمر الدولي وعاملين في مكاتب الصليب الأحمر، ولكن لم يصدر قرارا رسميا أو بيانا رسميا بهذا الخصوص من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي. نحن نتطلع إلى أن يكون هناك عودة قريبة وسريعة لهذه الزيارات. نعم، لكن سيد حسن ما الذي يفهم بصراحة من عملية ربما تقليص الاتصالات ما بين مؤسسة الصليب الأحمر والأهالي أو حتى الجانب الإسرائيلي؟ القصد هنا حتى الأهالي كانوا قد اشتكوا من عدم إمكانية الاتصال والتواصل بالطريقة التي يجب أن تكون مع الصليب الأحمر والمتابعة في مجريات والقضايا التي تتعلق بال
الأسرى، وبالتالي ما الذي يمكن فهمه من هذه الرسالة أو من هذا الفعل؟ يعني التبريرات هو أن هناك قيود مشددة وإجراءات وتدابير تم اتخاذها فيما يتعلق بجائحة كورونا، وقد يكون هذا مبررا لهذا التراجع وهذا التقليص في خدمات ودور الصليب الأحمر الدولي تجاه قضية الأسرى والمعتقلين. ولكن أعتقد جازما كان يفترض أن يكون هناك توسيع لدائرة العمل من قبل الصليب الأحمر وطواقمه وزيادة طواقمه، وخاصة الطواقم ليس الإدارية فحسب وإنما أيضا الطواقم الطبية في ظل انقطاع زيارات المحامين وفي ظل توقف الزيارات العائلية وحالة القلق الشديد التي انتابت كافة الأهالي فيما يتعلق بالبحث عن أي معلومة حول ظروف وشروط اعتقال أبنائهم في داخل السجون، وفي ظل عدم قيام إدارة السجون بتحمل مسؤولياتها اتجاه الأسرى بتوفير سبل السلامة والوقاية فيما يتعلق بجائحة كورونا. نحن نتابع هذه الأمور عن كثب لمعرفة ما إذا ما ستؤول إليه الأمور في قادم الأيام مع الصليب الأحمر الدولي في هذا الخصوص. ونأمل بالفعل أن يكون هنالك أخبار سارة في القريب العاجل لأسرانا. أشكرك جزيل الشكر السيد حسن عبد ربو الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، شكرا جزيلا لك، ونواصل المشوار الصباحي معكم وأيضا باستقبال صباحكم.